النجم ربيع بارود. الو مساء الخير. بونسوار. مساء الخير لك سيرج ولكل المشاهدين. شو اخبارك؟ طمنا عنك ربيع. اول شيء الف مبروك لك الاغنيه والميوزك فيديو. ثانك يو لك. وهي الغنيه مثل ما انت كنت عم تقول مهضومه الغنيه، شيء مختلف. وحبيت هيك اعمل شيء جديد، كلام ولحن، والناس هلا بوضع لبنان يعني بدها شيء هيك شوي ريفرفش، فان شاء الله هيك الناس تحب. ولحد ما هلا مبين يعني العالم حابين والاصداء عم تتغزل بحالك ربيع بارود، اذا فينا نقول يعني مسمى الاغنيه او يمكن اخترت الاغنيه بطل العالم بالحلا، فكل العالم يقولوا ربيع بارود بطل العالم بالحلا. لا هي الغنيه هيك اسمها شو بدنا نعمل، بس بدي اوجه تحيه لاحمد عبد النبي اللي هو الشاعر والملحن اللي كاتب وملحن الاغنيه، اللي سبق وتعاملت معه انا باكثر من اغنيه اللي هي بنعرفها. من اول ما سمعنا الاغنيه هيك دغري حسيتها كاتشي ولذيذه، وحتى عملنا الكليب بطريقه جديده، لاول مره بصور كليب بتليفون صورني بايفون، فكان استمينا شيء جديد لإلي بمسيرتي انه تليفون كليب بصور كله بالتليفون. واو حبيت الفكره وحبيت التوفير. لا كمان في انيميشن بالتصوير، ويعني عملت فكره اذا بدك شبابيه مثل الاغنيه، وان شاء الله هيك الناس يعني لما قلت لي كيف مصوره ما كنت عرفت ربيع بارود على فئه. بس بدي اقول لك شغله، العفويه بالكليب كثير رائعه، الاغنيه كثير ترندي، حتى لاحظنا ببعض المطارح في راب، يعني عم تحكي الاغنيه ببعض المطارح، صحيح؟ بس اللي عم بغني مقطع الراب هو احمد عبد النبي نفسه الشاعر والملحن. حبينا نعمل شيء كمان مهضوم الغنية لما يقول احلى صبيه بكل بيروت، فكمان هيك في هذا التاتش المهضوم لمدينه بيروت اللي نحن بنحبها ومجرد قد ما فينا ندور على الاشياء الحلوه فيها. فكمان هيك برجع اقول لك، حتى الكومنتس عم يجوني على يوتيوب وعلى انستغرام وغيره، انه بظل هالظروف اللي عم تقطع فيها بيروت ولبنان انه هيك مثل غنيه هيك بتفش الخلق ومهضومه وشبابيه. بس نقول انه انت خارج لبنان بالفترة الحالية، بس شو عم تعمل برا للناس اللي بدها تسأل؟ مضبوط، انا هلا ببرلين بالمانيا، كان عندي حفلة نهار السبت وكانت حفلة حلوة كثير، راجع ان شاء الله بكرة على بيروت، وعندي بالسويد على كريسمس وعلى نيير، عندي حفلتين بالسويد بكريسمس 24 و25، وبنفس السنة كمان رح اكون بالستوكهولم. شو بتقول اليوم لكل اللبنانيين على عيد الاستقلال؟ بدي اقول لهم مر علينا كثير بلبنان، وهلا الوضع اللي عم يقطع علينا اكيد وضع صعب، بس انه يتفائلوا، لانه اذا نحن رجعنا اتكتفنا كلنا مثل ما مر علينا كثير وطلعنا منهم، نقدر كلنا سوا نبني وطن جديد، بس لازم نكون متكتفين. يمكن هلا الوقت المناسب انه نرجع كلنا نتحد ونقدر نبني دولة عن جديد. يا كل حال ربيع بارود الف مبروك لك الاغنية والكليب الجديد، رح نرجع نسمعها مرة ثانية تنبارك لك فيها أكثر وأكثر، وأكيد ناطرين كل شيء جديد لك غير القصص اللي عم تعملها حلوة كثير على السوشيال ميديا، ألف مبروك عن جديد.